هسه الطلاب لندون معا الأفكار الرئيسية ومعاني المفردات والتراكيب على الدفتر. الأفكار الرئيسية: أولا، عاصفة تهب وتسحب الطفلين إلى وسط البحر الميت. أحد أبطال الدفاع المدني يلحق بالطفلين لإنقاذهما. البطل يصل إلى شاطئ أريحة وقد استطاع أن ينقذ الطفلين. بعد 16 ساعة من الحادثة تتصل الطفلة بأمها. جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين يكرم بطل الدفاع المدني. كما تعلمنا الكلمة والمعنى: هبت أي ثارت، عرض البحر وسط البحر، تجمهر تجمع، لم يجرؤ لم يقوى أو لم يتشجع، استبد اشتد أو زاد، يستنجدان يطلبان النجدة، متشبثة متمسكة، أشرف اقتربا، اللحظة الحرجة أي الصعبة أو الشديدة، عم الظلام حل أو ساد، بترقية أي ترفيعه، عفوا بترقيته أي ترفيعه، منحه أعطاه، وسام شعار، بسالة قوة وشجاعة. الدفاع المدني هو جهاز يتولى مجموعة من الأعمال اللازمة لحماية السكان. الإسعافات الأولية هي الرعاية المؤقتة التي يتلقاها الإنسان نتيجة التعرض المفاجئ لحالة صحية طارئة. ننتقل إلى تدريبات الكتاب، معاني المفردات والتراكيب. صل الكلمة في العمود الأول بما يناسب معناها في العمود الثاني. تجمهر أي تجمع، متشبثة متبسكة، بسالة شجاعة. السؤال الثاني: صل التركيب في العمود الأول بما يناسبه في العمود الثاني. استنفذ طاقته أي بذل كل جهده، حالت دون ذلك أي منعت، مغشي عليه فاقد للوعي. السؤال الثالث: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي. استبد القلق بالوالدين تعني اشتد خوفهما، زادت حيرتهما، تدفق حنينهما. أحسنتم، اشتد خوفهما. السؤال الرابع: استنتج معنى الكلمة التي تحتها خط فيما يأتي. في هذه اللحظة الحرجة ضم البطل الطفلين إلى صدره، ما معنى الحرجة؟ قلنا الصعبة. أحسنتم.